نسلم حالنا ذوي الاحتياجات الخاصة عبارة أشعر بأنها ليست لهم ولا تمثلهم ولا تمثل تلك الفئة من المجتمع بل نحن من نحتاجهم. حدد هدفك وابدا من فكرتك الهدف. اليوم قمنا بمبادرة فريدة من نوعها بالنسبة للمكتب بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، هي ليست الأولى طبعا، قمنا بفعاليات قبل ولكن هذه كانت تحت عنوان مميز في ظل رسالة يقدمها الأطفال بنفسهم تحت عنوان بالابتسامة نصنع الإرادة. طبعا هي رسالة نقدمها للعالم أجمع لمنظمات المجتمع المدني لكل من يهتم بهذه الفئة. طبعا وبالنسبة لدينا نحن مكتب الحالات الإنسانية بصراحة نقدمها صفعة إنسانية لكل من يغفل عن هذه الفئة وتقديم الدعم لها. شعوري جدا جميل الحمد لله، مطمئن وفرحان يعني اليوم حفل، والحمد لله الهدايا جدا جميل. هذا اليوم حفل تشرفنا بالجاي اللي جاي الحمد لله رب العالمين، وبين الشباب هنا الاساتذه. هون تيقنا صار انه قررنا نشوف بداخلنا، كنا يعني هلا كانت فينا اول كسر، هلا صار قوونا وكل شيء. كان اولي عندنا خوف، احنا ما ضل عندنا خوف، كنا وقت نمشي نخاف حدا يعيرنا بشيء باعاقتنا، هلا ما عاد حدا يعيرنا، ما عاد نسال لحدا، هن اللي علمونا هذا الشيء.